يا إخواني، نحن فوتنا عمر 29 سنة من عمري أنا في الشرك وعبادة الأوثان، وأنا سافرت من الجزائر، وأنا هكذا أقول الشعر وأعرف الفقه المالكي وأعرف كل شيء، ومع ذلك ما نفعنيش. سافرت من الجزائر إلى فاس لأجي أزور خبر التيجاني، وقعدت عنده 3 أيام ونشدت 3 قصائد وطلبت منها في خير الدنيا والآخرة والعلم وكل شيء، ولكن أنا كنت في كفر وفي ضلال، وكنت أنا أعرف أن شيخنا المقدس المغفور رحمة الله عليه محمد بن العربي العلوي عرف أنه عدو التيجاني وما حبات لقبه أبدا، لكن ما شعرت إلا والله شبعني به، وهو جزاه الله خير تحيل عليا وظهر لي من تواضع ومن المحبة لما يظهرش واحد ولده، وقال لي يا ولد إذا أنت بغيت تبع الطريقة على العمياء والجهل والتقليد لك أكعهد الله ما نذكر هالطريقة بشر وانت معنا، وإذا بغيت على العلم تعال أنا تناظرنا، حتى أنا كنت تيجاني إذا غلبتني أرجعنا للطريقة، أغلبتك ترجع تخرج، وتناظرنا 8 أيام وغلبني بلا شك، لأنني هذا غير تواضع منه، لأن ما قدرت الجواب الأول ما قدرت أنا أجاوب عنه. قال لي في الجواب في السؤال الأول: ما هو أول اختلاف وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفتش أنا، صح الطريق أحمر، فقلت له قول إن أنت. قال: أول اختلاف وقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو بين فاطمة وأبي بكر الصديق. فاطمة قالت لأبي بكر الصديق: أعطيني ميراثي من أبي. قال لها أبو بكر الصديق: يا بنتي هاجي برك 10 من خيار الصحابة اللي ما تشكيش في صدقهم، إن والدك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما عندنا، ما يتورثوا الأنبياء، ما يورثوا غير العلم، المال ما يورثوش. وفاطمة ما اقتنعت شيء وغضبت، وعاشت غير 6 شهور بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهي غضبانة على أبي بكر الصديق. قال لي الشيخ رحمه الله: واش النبي سهل عليه باش بنته تغضب؟ ليقول هي بضعة مني، هي الحمام من جسدي، ولا حبيبها أبو بكر الصديق ولا أحب الناس إلي أبو بكر الصديق يغضب؟ لو كان يخرج التيجاني في آخر الزمان يقول له: أنت حبيبي ومن أحبك حبيبي، أنت من الآمنين وكل ما أحبك من الآمنين، علاش ما يخرجش لهذه المصلحة باش يصلح بين بنته وبين أبو بكر الصديق ويظهر فريق هذا كما ظهر الشيخ التيجاني؟ يقول له أنت، إما يقول فاطمة: يا بنتي راكي غلطانة، هذا الشيء أنا قلتها لأصحابي، ولا يقول أبو بكر أنا بغيتها بدل شريعتي لها نعطيها الميراث، وهذا محال. فهذا غير أول مناظرة غلبني فيها، أول مسألة، ولكنه استمر يعني سؤال بعد سؤال حتى عرفت أنا فارغ حتى شيء ما عندي، وزادني عاد سيد فاطمة الشرادي الذي هو أكبر مقدم في الطريقة التيجانية، مقدم عندكم في الطريقة هو الشيخ فاطمة الشرادي. ليش ما قلت له؟ أنا قلت لكن لا تسأله قدام الناس راه ما يجاوبش. مشيت له وقعدت معاه من الصبح إلى حتى تغدينا وصلنا الظهر، فحينئذ ما صفى الناس، سألته ما جاوبنيش، عمل يفيدو هكذا. لكن بعد العشاء جانا البواب، هو بالشراطين اللي كنت أنا ساكن فيها، يقول: سيد الفاطمي الشرادي راه رسل العبد والبغلاء لهذا الفقيه هذا. أنا شاب يعني ما احتاج يرسل لي البغلاء، لكن رحمة الله عليه إكرام لي أرسل لي البغلاء والحب. ولما جيت قال لي: يا ولدي أنا خايف أموت أنا في النوم، ما قدرتش أنام قبل ما أجيبك عنك سؤال. اعلم أن لا ينفع إلا كتاب الله وسنة الرسول. أنا كنت في الطريقة الوزنية سنين، وكنت في الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني رحمه الله سنين، وكنت في هذه الطريقة وصرت أنا أكبر مقدم فيها التيجانية سنين، ولكن حتى فإذا ما لقيت في الطرق عليك بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن يا ولدي أنا كبير في السن وضعيف وما نقدرش ندابز، وسيدي محمد العربي يقدر يدابز، لكن أنا ما قدرش أجاوبك قدام الناس. في الحاصل
يعني علينا بكتاب الله وسنة الرسول، ونسأل الله تعالى أن يحيينا عليهما ويميتنا عليهما.